عودة لنبأ الأبرز في نشرتنا، حيث أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بمناسبة يوم الشهيد. وعقب صلاة الجمعة اجتمع الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة. أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد، وذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقيادة الشرطة المدنية وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود. وعقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة. تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، كذلك تم استعراض ما تقوم به القوات المسلحة من مهام على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدا أن الشعب المصري يودي ثقته الكاملة في قدرة أبنائه من رجال الجيش والشرطة لدعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر. وفي ختام الاجتماع أعرب الرئيس السيسي عن عرفانه وتقديره لروح الشهيد الذي لولاه لما استطعنا أن نحقق ما نسعى إليه من إنجازات، وأننا عازمون بكل الصدق والإخلاص على استكمال مسيرة العطاء والتضحية من أجل الحفاظ على مجد الوطن وعزته وكرامته.